عقم حفل انطلاق الموسم الثالث من برنامج الكنوز الوطنية لمجموعة الصين للإعلام في متحف المدينة المحرمة صباح اليوم الاثنين. برنامج الكنوز الوطنية بصفته مشروعا رئيسيا رائدا تم إنشاؤه بنجاح بواسطة مجموعة الصين للإعلام، حيث لقي الموسمان الأولان من البرنامج ردودا حماسية من الأوساط المختلفة في الداخل والخارج. يروي البرنامج الماضي بوضوح من خلال استخدام التراث التاريخي والثقافي الصيني المتميز للتأثير على الحاضر والمستقبل. وسيتعاون الموسم الثالث من البرنامج مع 9 أماكن تراث تاريخي وثقافي صينية مشهورة عالميا، بما في ذلك متحف المدينة المحرمة وقصر بوتالا وكهوف موقاو في دونخوان ومتحف كونفوشيوس، لتوضيح الإنجازات الرائعة للحضارة الصينية وإسهاماتها الكبرى في الحضارة الإنسانية، حيث يمكن للعالم فهم تاريخ الصين وروح الأمة الصينية.